قررت الجزائر قرار لقي صدى وترحيبا كبيرين في مواقع التواصل الاجتماعي التي أجمعت على ألا علاقات تشوبها الخيانة للجار مع عدو يكيد الحقد والغل الدفينين لتدمير وتحطيم الجزائر في بيتها ووحدتها. تأييد كبير عبر أكبر موقع تواصل اجتماعي متابعة لهذا القرار السيادي الذي برهنت من خلاله الجزائر عزمها الوقوف أمام مؤامرات ومخططات دنيئة للجزائر ووحدتها وشعبها ومواجهتها مهما كانت الظروف. تعليقات اختلفت لتصل إلى معنى واحد: قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب أمر بات واقعا، بدأ المغرب التدبير والترتيب له، فجاء الرد ممن احترمت الحدود والعلاقات السياسية وصبرت على الأذى بحكم الجوار والتاريخ، لكن لم يعد للصبر معنى عندما يصل الأذى إلى عمق الدار. ردود فعل مؤيدة لإنهاء علاقات وصلت إلى نفق مسدود ولا إصلاح فيها. ميزها الطعن في الظهر، فجاء القرار بناء على عدة اعتبارات المرجو منها حماية الوطن والدفاع عنه.